بلش أول شيء إنه المقاومة هي معترف فيها بالأمم المتحدة وشريعة الأمم المتحدة، معترف فيها بالحكومة، حق الشعب اللبناني، علما إنه وزراء القوات برا تحفظوا، وهلأ الوزير ريشار عم بيقول إنه هن مع المقاومة وهن مع حق المقاومة. طيب لا أنا كيف؟ ما قلت هيك، انتبه، أنا قلت في حال إسرائيل اعتدت علينا كلنا سنقاوم. يا أخي ما شفنا ولا مرة، بس بكل الأحوال من بكل حكرا عم بقول ما شفنا ولا مرة. أنا ما قطعت، ما عم بخلون بركي، بدنا نكفي الفكرة. بركي ما عم بخلوك. لا ما شفنا كمان، ما شفنا كمان وقت كان في مقاومة ضد السوري كمان ما شفنا. هلا هيدي بنحكي فيها، حأمرق لك عليها، حنمرق عليها. بس بكل الأحوال يعني إذا كان نحن بدنا نقاوم ضد العدو، في طريقة لنقاوم. نحن عندنا احتلال في 13 نقطة، في مزارع شبعة. إذا سوريا ما عطيت ورقة، ليه بدك تنطر سوريا؟ ما هي أرضك وبتعرف. في سقوق ملكية من الشعب اللبناني لهي الأراضي. ما أنت يعني ساعة البدنة بننطر السوريين ليقبلوا، ساعة البدنة ما بنرسل، بنروح بنقاتلهم بسوريا وبندعم إرهاب عم بيقاتلهم، وبنعتبر هذا ما في تدخل بدول خارجية. بس وقتها لازم نحن بدنا لنقاوم لنرجع أرضنا بشبعة، ساعتها بصير بدنا ورقة من الدولة السورية. فيعني ما فينا يكون عندنا 17 معيار للتعاطي مع نفس بس الملف. بس انا بدي تنحدد بس النقاش، يعني قال اعتبر انه اللي عم بيصير بالجنوب ما بيفيد غزه بشيء، وقال انه في 150 شهيد من خيره الشباب من حزب الله. خبروني بشو خفعوا غزه، خلينا بشو فادوا الحرب في غزه. هيدي وجهه نظر الاستاذ خلينا خلينا جاوب على شو ردك على قبل ما اسمع رده على سؤال الاستاذ بركات على هيدي النقطه. اول شيء إسرائيل هي قالت أنه نحن كان بدنا نبادر إلى حرب ضد لبنان، فبالتالي حزب الله استبق لحتى وروح على إسرائيل عامل المفاجأة والمباغت. هي واحد. اثنين، نحن صراعنا مع دولة العدو ما بلش بسبعة أكتوبر. نحن هيدا الصراع عم بلش من يوم بلشت تحتر الأراضي بفلسطين والأراضي بلبنان والأراضي بالجولان. هيدا الصراع لا يختصر بلحظة. فبالتالي كل من ينتظر 70 سنة ما بيحكي ولا كلمة ضد إسرائيل. بتطلع إسرائيل بتضرب ببيروت، بتطلع إسرائيل بتضرب بالجنوب، بتطلع بإسرائيل بتضرب بسوريا فوق بيروت، تخرق السيادة بحرا وبرا وجوا. 17,000 مدري كم خرق آخر مدري كم سنة ما بيحكي ولا كلمة. بس نحن نعمل شيء ضد إسرائيل بصير دغري هو مع السيادة، وما بيجوز إنه نحن نعمل هيك. هيدا مين اللي هيك بيعمل يعني؟ القوات والكتائب تحديدا. وفي أطراف تانية كانت تعمل هيك. ولكن أنا إذا عن جد بدي صدق هذا الفريق إنه هو حريص على سيادة لبنان، كان بيكون عنده كونسيستنسي، بيكون في ثبات. أنت عندك شك إنه منه حريص على سيادة لبنان؟ أنا ما بخون الناس بهالطريقة، ولكن أنا بعتقد الناس في شغلتين. في تربية فكرية بيتأسس عليها ناس بالأحزاب، وهي بتاخدهم بتربية فكرية ثقافية باتجاه معين. هي كانت تختصر قوة لبنان بضعفه، انه حتى تكون لبناني اصلي لازم تكون ضد سوريا، حتى تكون مسيحي اصلي لازم تكون ضد الاسلام. هي تربية موجودة. لا تسمح لي لحظة، هيدي التربية تتبدل تتبدل وتتكيف. مش عم بحكي عنك تحديدا او القوات، ولكن هيدي تربية موجودة بتلاقيها. هيدا جزء من التربية بتلاقيها باحزاب كتير من لبنان. مش معناتها الاحزاب التانية ما عندها شيء يشابه يعني الاحزاب الطائفية، بتركبتها هيك. بالمقابل كمان في اصطفافات إلى علاقة بالتقاء المصالح بين الداخل والخارج. والأحزاب بلبنان في ناس بتعترف في ناس ما بتعترف، كلها سوا هي جزء من مشاريع أقليمية تمويلا واصطفافا وأمنا وسياسة. وإذا بدنا فينا نغمق قد ما بدنا بهالموضوع بالمعلومات التاريخية والحالية، ولكن حتى لو هيك نحن بدنا نلاقي طريقة للتفاهم مع كل الناس، بدنا نلاقي تصور كيف فينا نحمي لبنان. اليوم كان الكلام بالاستراتيجية الدفاعية ما قبل الحرب، اليوم وقت الحرب. إيه بس بقعد بحكي هل تما نستطرد كتير يعني. هو في نقطة أساسية، هو بيعتبر في وجهة نظر إنه ما عم نفيد غزة بشيء. كيف عم يعني وجهة نظرك انت كيف عم نفيد؟ أنا بعتقد الوزير ريشار ما بيهمه نفيد غزة أصلا. إيه يا زلمه، ايه انا بعت انا بعتقد هيك. ان شاء الله صحح لي، ان شاء الله اكون مغلط. بهمه شو يعني؟ بهمه ان شاء الله. انا ما بزعل، بالعكس انا بنبسط. بس انت عم تتهمه يعني، انت عم بتوجه له اتهام للزلمه. بعتقد او من يمثل، بعتقد وان شاء الله اكون مغلط بكل محبه واحترام. عم بقول انه انا بعتقد في احزاب هي يعني بتعتبر لبنان
بحدوده الحالية هو يعني كأنه معزول عن الإقليم ومعزول عن المحيط وما له علاقة بكل أحداث الإقليم، وهذا الشيء يعني بغض النظر هو خاضع للنقاش. نحن بنعتقد أنه إسرائيل انوجدت بالمنطقة مش بس مشان فلسطين، وهني بيعترفوا هيك، يعني طلع ضباط برتبة عميد وطلوع تقول نحن مش بس بدنا فلسطين، بدنا لبنان، وهلأ في قصص على قبرص أكيد بتكون. أنا بس يجي دوري بدي كفي فكرتي. طيب ما خلصت خليل، إذا بقى نضلنا نستفيد هالقد مرحلة هون كان عم بيقول أستاذ محمد عم بيسألك سؤال بدك تجاوب عليه وبدك تشوف هيدا الاتهام إنه بيعتقد إنه أنتم ما كتير ما كتير بهمكن. لا لا بالعكس بالعكس، اللي عم بيقوله يعني في إشحاف وفي تزوير للحقيقة. نحن ما بزعل إن شاء الله كل غلط بيننا. خبرني بس خبرني كل هذه الشعارات اللي تطلق والمعارك الكلامية والدعم حتى العسكري اللي اليوم حزب الله عم بيقوم فيه وكل حلفاء حزب الله، بماذا دعمتم؟ بكل الريتوريك تبعكم، بكل الكلام تبعكم، بماذا دعمتم غزة أكثر منا نحن؟ نحن؟ ايه نحن عندنا شهداء عم بيروحوا. وين عندك شهداء؟ قوميين. امبارح استشهد لنا الشهيد. من أعطاك الشهيد كرمال شو؟ إذا مش دفاعا عن لبنان شهيد، بماذا أفدتم غزة؟ اللي طيب اللي بشو بهالمعركة اللي غزة؟ بدك تجاوب ولا بدك خليني كفي خليني كفي خليني كفي جاوب بالآخر لحظة. لا خلي إذا بشكل مقتضب بدك تجاوب اللي جواب سريع. بشو فتوا غزة؟ نحن منساعد غزة بداية بتربية أجيالنا أنه إسرائيل هي دولة عدوة. شو نحن عم نتعامل معها؟ اسمح لي لحظة. ولا بنتعامل معها؟ عم نربيهم على شو؟ ولا بنتعاون معهم؟ ولا بنفتح لها مكاتب؟ لا بجبال ولا بضبيي ولا اليوم ولا امبارح ولا بعد 100 سنة. احنا بنربي أجيالنا على المقاومة. لك 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 احنا بنربي أجيالنا. مش هذا النقاش اليوم. بعد ما بقول لك ترجع على الماضي. نرجع على الماضي. هلا اجى هو خلي دافع عن حاله. بدي جاوب عليه. مش النقاش احنا بضبيي بالثقافة بالمقاومة. بتوعية شعبنا على خطورة العدو الإسرائيلي، بكشف تاريخه بداء من دينه لسلوكه، دينه اللي هو بيربي عليه ناسه كيف بدهم يقتلونا. نحن علاقتنا خلينا نكفي لانه ما له موضوع النقاش. موضوع ماني جاي ماني جاي اسمع محاضرة هيك لانه في ناس بتربي ناس. خلينا نحكي سياسي، هذا انشاء خلينا قصة تربية مدنية بنسمعه. خلينا نحكي سياسي. خلينا نرجع على النقاش. يا استاذ جورج كفي لي جوابك تسال استاذ بركات. بدي كفي فكرتي. يعني نحن ما انا جايين نسمع محاضره شو الحزب القومي بيعلم جماعته الفكر القومي والعدو الى اخره. نحن بنسقف اجيالنا خيي على حب لبنان، على الايمان بلبنان كوطن وكدوله، وبالدفاع وبالاستشراس في الدفاع عن لبنان. انا متضامن مع غزه انسانيا وسياسيا ومعنويا، ما حدا يزايد علينا، لانه كل يلي عم تعملوه انتو وحزب الله وكل الجماعات ما نكون عم بتفيدوا غزه بشيء، لبل عم بتعرضوا لبنان الى مخاطر ما نكون قادرين تحملوها حتى. استاذ الغزيين بيقولوا غير هيك. هلا ردا على 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 الجيوش في ثلاث جيوش ومن يحمي لبنان. انا خي اللي بيحميني عندي الجيش اللبناني، لا جيش الايراني ولا جيش الامريكاني، وما عم يزايد. هل قادر؟ هل الجيش اللبناني؟ نعم قادر بشرعيته الدولتيه بالدعم الشعبي يعني قادر يواجه. هل عنده السلاح؟ هل عنده السلاح؟ الدعم الشعبي خليني كفي طرحي. بالدعم الشعبي اللي عنده اياه بالقرار 1701 بدعم الشرعيه الدوليه. هلا بدك تقول لي ايه شفنا الشرعيه الدوليه بغزه، وضع غزه غير وضع لبنان من 2006 لليوم، ما كان عم بيصير شيء بلبنان، لا بل رسمنا الحدود البحرية في القرار الدولي في اليونيفيل في الجيش اللبناني. استاذ بركات الشعب اللبناني وراء الجيش هو من يحمي لبنان. استاذ بركات تفضل. زيد على بعضنا انه بدنا ندافع ومقاومة. سياسي يا استاذ.